السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد الله عليكم مبارك مشاهدينا ومستمعينا، عسى الله يتقبل منا ومنكم الطاعات والعبادات وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير وبلادنا بخير وتنعم بالأمن والأمان، والله يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. وعيدكم مبارك يا حمد. جعلكم العيدين فائزين يا أبو محسن، وعيد الله عليكم مبارك مشاهدينا الكرام وهالقطر مقيمين ومواطنين وكل الأمة الإسلامية جمعاء، وبهذه المناسبة المباركة ترفع قناة الريان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما نرفع أسمى آيات التهاني إلى الشعب القطري الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وجميع المسلمين، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات. نعم مشاهدينا الكرام، نحن نعود إليكم في موسم جديد من برنامجكم ليالي العيد لنحتفي وياكم بالعيد وأجواءه، وشاركنا في هذه الليلة نخبة من الضيوف المميزين من قطر ومن الشقيقة الكويت والشقيقة سلطنة عمان. نعم مشاهدي الكرام، أول ضيوفنا هو أحد أعمدة الفن القطري، ممثل ومخرج مسرحي ومؤلف كوميدي، أطلق العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية مكنته دراسته للمسرح أن يتبنى خطاً معيناً فيه أعماله تتوافر فيها مقومات العمل الفني المكتمل في كل أو بكل تفاصيله. حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة التشجيعية والتكريمية داخل قطر وخارجها. معنا الليلة الفنان غانم صليطي، مرحبا ومسهلا فيك أبو فيصل. يا وسهلا فيك الله يسلمك. يا مرحبا وغلا. يا مرحبا أبو فيصل. عيدكم مبارك للجميع. عليك سامحوني انا قاعد لان خذ راحتك ما ادري لي والله راعي مكان قاعده عربيه احنا خذ راحتك وانت راعي المحل مشكورين الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، ضيفنا الثاني احد اهم المطربين القطريين، لقب ببابروت الخليج، ساهم في اثراء الساحه الفنيه الغنائيه الخليجيه والعربيه، انه الفنان علي عبد الستار. الفنان علي مبارك عليك العيد وعساك من عواده. مرحبا ومسهلا فيك ابو نايف. مرحبا، كل عام وانتم طيبين يا شباب، و كل عام وقطر بخير ان شاء الله وامن وامان يا رب. اللهم امين. اللهم امين. ومن الشقيقه سلطنه عمان ضيفنا الليله من عمالقه الفنانين في سلطنه عمان الشقيقه، وصلت شهرته من الخليج الى المحيط من خلال العديد من الاعمال الفنيه الغنائيه، احب الغناء فكان العطاء حتى لقب ببلبل السلطنه، انه الفنان تركي شعيبي. مبارك عليك الشهر يا هلا ومرحبا بك في مكانك. علينا وعليكم، وان شاء الله قطر دائما بسلامه واعياد وفرح ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله نقضي معاكم ليله طيبه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحييك بين اخوانك حبيب قلبي. مشاهدي الكرام، ايضا ضيفنا الليله لاعب كره قدم قطري سابق، حقق شهره كبيره في محيط الخليج العربي في فتره الثمانينات والتسعينات، غرد له الكثير بلقب السنياري، واكتسب شهرته من مهارته غير العادية التي جعلته واحد من العلامات المضيئة في تاريخ كرة القدم القطرية. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة في المحافل الرياضية العالمية، إنه الكابتن مبارك مصطفى. يا مرحبا ومسهلا كابتن. مرحبا، عيدكم مبارك. جلك العيدين فايزين. أتمنى نكون خفيفين عليكم في هذه الليلة، وأنا سعيد جدا معاكم، كنا أول مرة أظهر معاكم. حظنا خالد طيب. وحمد ريانيين، وطبعا أبو خالد بعد ريان يعني ريانيين يعني علي عبد الستار عرباوي عرباوي أبو فيصل عرباوي أغلب الربح ثلاثة ثلاثة وطلعوا لا طلع شجع رياني ولا عرباوي أهلاوي طلع لا محايد رياني مضبط مع بدر الميمني أكيد مع بدر الميمني لانه فعلا قال متاثر في الاهلي على لاعب العمانيه زين مظفر ان شاء الله بنقلع بنقلع الكره يعني. مشاهدينا الكرام، اخيرا وليس اخرا ضيفنا شاعر من شعراء جيل الشباب، عرف شعره ببساطته وسهولته، كسب خلالها الجمهور الشبابي اكثر من غيره، استطاع ان يحجز لنفسه مكان في الساحه الشعريه القطريه والخليجيه. معنا الليله فيلسوف الشعر الشاعر سلمان بن خالد. مرحبا ومسهلا بك ابو خالد. مرحبا ابو محسن. يا مرحبا. حياك الله يا ابو خالد. بخير، وانا متشرف اني موجود في قناه الريان، موجود مع العمالقه اللي الكل يتمنى ان يكون معاهم في مثل هذا. وكمان انتهز الفرصه لو تسمح لي تفضل اني ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن محمد ال ثاني، والى سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني، والى نائب الامير الشيخ عبد الله بن حمد ال ثاني. الله يرحمه وكل الامه العربيه والاسلاميه. يا مرحبا وغلا يا الله يطول لهم. يا مرحبا. مشاهدي الكرام، قبل ما نبدا حوارنا مع ضيوفنا،
خلونا نحتفي بإنجاز قناة الريان، فقد حققت قناتكم قناة الريان الفضائية إنجاز كبير بعدما حصدت الجائزة الذهبية في مسابقة بروماكس بي دي اي العالمية في فئة الديكور. نعم مشاهدينا الكرام، كان وذلك من خلال برنامج ليلة وطن اللي أنا قدمته وياك يا حمد وخالد الجميلي. وخالد الجميلي، نعم ليلة وطن في هذه المرة الأولى اللي يشارك فيها هذا في هذه المسابقة اللي تعد الأهم عالميا، والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ها هو أول أيام عيد الفطر المبارك يهل خيراً على قناة الريان الفضائية بعدما تجلى إبداعها عن جائزة مرموقة في واحدة من أكبر المسابقات الدولية في مجال الترويج والتسويق والتصميم التلفزيوني. فقد فازت قناة الريان بالجائزة الذهبية في مسابقة بروماكس بي دي اي العالمية عن فئة الديكور، وذلك من خلال برنامج ليلة وطن. قسماً بمن رفع السماء، قسماً بمن نشر الضياء، قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء. أعزائنا المشاهدين، مرحبا ومسهلا فيكم في ليلة وطن، برنامجكم اليومي اللي يأتيكم طيلة أيام فعاليات اليوم الوطني. وقد تسلم الجائزة المدير العام للقناة صباح ربيع الكواري في حفل ضخم احتضنه فندق نيويورك ميد تاون هيلتون في مدينة نيويورك الأمريكية يوم الخميس 14 من الشهر الحالي. مبروك لكم يا أهل قطر، مبروك لكل منتسبين قناة الريان الفضائية الفوز بهذا الإنجاز التاريخي اللي يمكن يكون لأول مرة في تاريخ قناة الريان الفضائية أن نفوز بمثل هذا النوع من الجوائز العالمية، ولله الحمد فزنا بجائزة الديكور في فئة الديكور على برنامج ليلة وطن اللي كان أثناء فترة عزيزة وقريبة من قلوبنا جميع اللي هي فترة اليوم الوطني 2017. مسابقة بروماكس بي دي اي تعتبر من المسابقات العريقة على مستوى العالم. احنا الحمد لله في قناة الريان الفضائية جينا لهذه المسابقة ونافسنا كثير من القنوات على مستوى العالم، منها سي ان ان، منها جوجل، منها اي بي سي، منها فوكس نيوز، ديزني، ديسكفري، العديد من المؤسسات العالمية اللي قاعدة تشارك في هذه المسابقة بالتحديد. ايضا هناك عدد من القنوات في قطر شاركت، منها قناة الجزيرة والجزيرة الإنجليزية، وبعض القنوات في الشرق الأوسط ايضا شاركت وفازت من قبل في هذه الجائزة. اليوم عيد والحمد لله جبنا هذه الجائزة، ونقول هذه عيديتنا لكم يا أهل قطر، ونقول عيدكم مبارك والعيد عليكم مبارك إن شاء الله، والله يعود علينا وعليكم كل خير. وإحنا موجودين هنا في نيويورك فزنا في هذه الجائزة الجميلة اللي تحسب لبلادنا قطر ولتميزها ونجاحها في كل المستويات، مستوى الإعلامي، المستوى الثقافي وغيرها من المجالات، تحت قيادة طبعا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد فدى حفظه الله ورعاه. الله يدوم الأفراح إن شاء الله في بلادنا قطر، ويدوم الإنجازات تلو الإنجازات في بلادنا قطر. برنامج ليلة وطن الذي احتضنته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بثته قناة الريان الفضائية يومياً طيلة أمسيات التغطية الخاصة باليوم الوطني في شهر ديسمبر الماضي، وركز على إبراز المشاعر الوطنية والمبادرات المؤثرة في تعزيز التكاتف والولاء للوطن، مستضيفاً شخصيات فاعلة في المجتمع القطري. وقد رافقت البرنامج الذي تخللته أغان وطنية الفرقة السيمفونية التابعة للقوات المسلحة القطرية. حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها، الله خلقنا في صدور الطوامير. يشار إلى أن جوائز بروماكس بي دي اي تأسست عام 56 وتجري مراسم تسليم الجوائز عادة في شهر يونيو سنوياً، وتجمع خيرة الأعمال وممثلي القنوات التلفزيونية الكبرى في العالم بأسره في حفل تحتضنه بالتناوب مدينتا نيويورك ولوس أنجلوس. أنا
نبارك لنفسنا ولقناة الريان ولكل الوسط الإعلامي فوز قناة الريان بهذه الجائزة، ونقول إن شاء الله منها للأعلى يا حمد. وهذا فوز كل القنوات الإعلامية القطرية، مو هو مقتصر على قناة الريان. نعم. والله يوفق إن شاء الله ونفوز في جوائز قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. إحنا نبدأ حوارنا مع الفنان الكبير قان مصيطي أبو فيصل. بنرجع الأسئلة التقليدية اللي هي أيام العيد من أول، فرقها على الحين، في فرق كبير، لكن نبغي ذكرياتك الطيبة في العيد. والله ذكرياتي طبعاً ما تختلف عن ذكريات أي طفل عاش الفرحة هذه. خبر الأول، إحنا بعد طبعاً على أيامنا ما كان في دوبي ونكوي الثياب صراحة، يعني كنا ثوب العيد نحطه تحت الفراش نرقد عليه. اي الصراحه اوتي صار هالخطه هذه. ايوه انا عاد كنت شوي متين بعد يوم صغير، بسرعه نص ساعه انكوى الثوب. فالحقيقه يعني ليله العيد ترقد وفرحتك تحت راسك، تربي فرحتك، فتقوم الصبح ببهجه كبيره. طبعا لليوم احنا نمارس يعني نعطي اليهال فلوس نشوف نفسنا، يعني لما تعطي طفل انا اتذكر نفسي شنو حجم الفرحه اللي كانت داخلي. فسبحان الله يعني الواحد يعيد الفرحه هذه او يعيد صناعه الفرحه. انا طبعا لي ذكريات كنا مره قلتها ما يمنع نقولها بالمناسبه مره ثانيه. اكيد تعرف كنا احنا نروح البيت اللي باب عود، الباب صغير يعني ساعات نمر عليه باب طبجه واحده يعني باب عود يعطون فلوس وايد. باب العود اقل خرده اي، خاصه اذا في فرخه بعد اللي تدش وهي روعه يمكن يعثر الواحد ولا شيء. فمره المهم دخلنا احنا يهال وانا بين اليهال، فطلعت مره عيوز وعندها تعرف اول يعطونها اربعانات همتين نص ريال كذي وعشر بيزات يعني الحمراء هذه. فأنا الوحيد اللي أعطتني يعني نص ريال بيضة تلمع جديدة، يعني تحطها في عينك تكسر عينك، شيء كبير يعني يمكن اليوم عن يمكن تساوي ألف أو ألفين. زين. فطبعا أنا فرحت، كلهم أعطوهم أربعانات أو وش أنا أكثر. وإحنا طالعين أنا حنا يعني تبغى تحر الشباب اليوم؟ اي احرهم. يوم وصلت عند الباب قالت لي تعال تعال ايش تبين بعد؟ اعطت لي فلوس رجعت قالت لي انت من ولده؟ نسيت اقول لك قبل سالتني قالت لي انت فلان ولد فلان كذي يعني. انا قلت اي عادي ما فهمت السؤال صح يعني. فاعطتني الفلوس عقب قالت لي تعال تعال شكتني صادتني تعال انت من ولده؟ انا من ولده؟ ولد بيت ولد ابوي جاك. اي انت من ابوك؟ قلت له ابوي فلان. وين؟ قلت له لا انا ابوي متوفي من سنين وانا عمري سنه. الله يرحمه. قالت انت ابو ولد فلان؟ قلت لا. قالت هات النص ريال خذته وعطتني عشر بيزات يعني نص الاربعانات. زين. اي والله. انت عارف الحادثه هاي ايش سوت فيني؟ هذه أثرت فيني وايد على فكرة، يمكن ليه اليوم ساعات لما واحد يسوي قصة أو حكاية تروح لطفولتك حسستك بالتفرقة. تفرقة صحيح ما زالت موجودة ليه اليوم. فهذه طبعا أنا مربوطة عندي بالعيد. احنا هاي بس ذكريات حزينة أبو فيصل. والله هي حزينة ومفيدة. مفيدة هذه من الكنوز. تشوف العلاقات الاجتماعية يعني الواسطة حتى في العيدية. نعم. وما زالت ليه اليوم. أبو فيصل بس ببراءة ترى الحين ولدك أول صغير يبقى متى تروح المجلس؟ هو يحب المجلس هو بس يبي هالانواط اللي تطلع علشانك. ايه فهمت. نعم صحيح. ابو نايف احنا ودنا نسالك عن ذكريات اذا في ذكريات. والله شوف ذكرياتي طبعا ما تختلف عن ذكريات ابو فيصل. يعني اعطوك واسحبوها. الاول احنا ترى السطح عندنا شيء يعني حلو دائما ننام على السطح وفي نفس الوقت نتفطر فوق. العيد الأول يعني له طعم طبعا مختلف عن الأيام.
لأن هالأيام كل شيء تحصله جاهز ما تتعب عشان تحصل. لكن الأول إحنا من أدي صلاة الفير صلون صلاة العيد نطلع إحنا يهال على البيوت من بيت لبيت، أحيانا حر ولزق وأحيانا برد يجينا سنة من السنين. صحيح. فكانت العملية يعني إن نلم عيدية عملية شاقة بالنسبة لنا. اليوم الوضع مختلف، يعني أنا صراحة أحس إن كل شيء مسهل ميسر حق اليهال، الدريول يوصلهم ويعيدون ويعيدون ويرجعهم مع المربية ومع طفولة قبل أحلى ترى. إيه طبعًا في طعم الحين العيد الحين العيد صار بالواتساب. صح والله. إيه أول ما يلس مفتوح ثلاث أيام والفالة محطوطة، كل من يدش يسلم ويتفاول ويتقهوى. صحيح. زين احنا نتكلم عن ذكريات ابو فيصل ابو نايف في 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 قطر، لكن خلينا نسال عن ذكريات في سلطنه عمان. حبيبي فنانا حبيبي اكيد ان شاء الله ما في اختلاف كبير اكيد يعني. لا لا ما في اختلاف، لكن شنو ذكرياتك بالعيد؟ بالعيد في تجهيز للعيد. والله الاختلاف ما في اختلاف، ما اعتقد في اختلاف، لكن انا من يعني الواحد يواجه صعوبات اللي هو التجهيز، التعب، الارهاق. تعرف احنا يعني شباب نومتنا شويه تطول، لازم تقوم من الصبح ولازم. لكن ترى هذه فرحه العيد، واول ما يعني اول ايام اول يومين لازم فيها تعب شوي لين يعني ما تؤدي الواجب اللي عليك، وعقب عاد نفس الموضوع. اعتقد ما يختلف مني عندكم. نعم. والله يشرفنا وجودك معنا في اول يوم شرف لي صراحة. بين اخوانك وربعك والله على راسي كلكم. الله يحفظك ويحييك ان شاء الله، والليله ان شاء الله بتكون مميزه حبيبي في وجودكم حبيبي. كلكم ان شاء الله حبيبي حبيبي اسعدك كابتن. نبغي ذكرياتك في العيد اول. ذكريات لازم. شوف ذكرياتي كانت طبعا اكثر شيء مع اخوي احمد خليل، صديق طبعا من الطفوله. يمكن ميزة العيد في الأول كنت تحصل على ريال ريالين، أكثر من هاي ما تحصل، واللي يعطيك عشر أعتقد العيد الجاي يجب أنك تزوره وتروح له بنفس البيت. واحد أول واحد، واللي يعطيك ريال هاي ريال ونص هاي لا تجي. اللي يعطي والله اللي يجيك اللي يعطيك خمس ويعطيك، وساعات تشوفهم عند المسجد تجنبه يعني. إيه خلاص. هاي بريال ما أعطينا ريال، خلنا على اللي بو عشر وبو خمس. هاي كان الأول عيدياتنا كانت هالشكل يعني. زين وبالنسبة الحين إذا كان العيد مع مونديال كأس العالم غير بالنسبة للرياضية؟ إي أكيد تكون هناك في متعة طبعاً. بالنسبة لنا إحنا كرياضيين يعني صار عندنا شيء، لما أنت يمر عليك شهر شهرين ما عندك شيء أعتقد أنت تحس بالملل. لكن الحين كاس العالم بالذات المباريات يمكن احنا في بدايتها، والكل مشتاق حق كاس العالم، والكل حاب انه يشوف بالذات الفرق العربيه، يعني متعطس انه يشوف الفرق العربيه. واعتقد ان السنه هذه تختلف عن السنوات اللي قبل. صحيح. السابق اول في السابق يمكن البعض مش متابع كثير، لكن في السنه هذه اعتقد متابع يعني كل العالم تتابع كاس العالم، بالذات احنا عندنا السنه هذه في قطر في جميع يعني في الاسواق في المولات في جميع الحافي في قطر. اليوم السنه هذه يمكن تركيزنا احنا دائما على الفرق العربيه، بالذات على الفريق السعودي، على الفريق المصري المغربي. ولاحظ احنا دائما في البرامج دائما تركيزنا يكون على المنتخب المصري وعلى السعودي اكثر شيء، والتونسي والمغربي دائما التركيز يكون عليها. واحنا اليوم في قطر دائما نتابع ايش اللي صار اليوم في منتخب مصر، منتخب السعوديه، يعني كلكم شاهدتوا في بدايه الافتتاح، واعتقد الكل كان متفاجئ من نتيجه مباراه السعوديه. صح. وروسيا. يعني ممكن احنا نقول روسيا تفوز على السعوديه، بس ما كان حد متوقع بالنتيجه النتيجه الكبيرة. صح. واحنا ترشح من حق كاس العالم؟ برازيل. انا معاك احب احنا عقب ناخذ ترشيحات عقب ناخذ ترشيحات. انا احب الكره البرازيليه وانا دائما اكون في انا معاك ابو محمد، مع ان انت عرباوي وانا رياني، بس انا معاك مع البرازيل. احنا دائما ترى العربويه والرياني دائما متفقين يتوافقون. انا سلمان بن خالد بسالك سؤال مختلف، ما راح اقول ذكرياتك في العيد، بقول ايش قلت في العيد. ايش قلت في العيد؟ كقصيده للعيد صمان، مو بالعيد، جديده، نبغى جديده جديده. اي انا عارف قصيدك. يقول شايف اني لا على صوت العوايق، واحد لا من علت بالصوت غنى غنى، من يشوف ان اكثر الدنيا حدايق ما لحق شفه ولا ظنه تعنى، الطموح الغير
لحد الطرائق والحضيض اللي بعد ما جاء تهنى ولا تغرق ضحكتي لا صرت رايق والله ان الضيق لا عينت منه سبت لي كل ما راح انت ضايق جيتها برجلي اقول اطلب تمنى يا حبيبي احسب حساب الدقائق وترك اللي قالها العشاق عنا مشكلة بعض الخلايق والخلايق ومشكلتنا لو نشوف شوي حنا كلمة فيها كثير من الحقائق كان هالفرقة ترى بتصير منه الله سلام سلام الله الله لا يجيبها اللهم امين شكلها جات ولا ما قالت هو جرى احنا نقول الله يجيبها الله يطول عمرك صح لسانك صح لدنك فيلسوف الشعر جعل عمرك طويل جعل عمرك ابو نايف نبي نبدا الليلة معك ابشر حاضر على اختيارك واللي تختار حاضر انا طبعا احسن شيء ببتدي فيه اللي هي ابو نايف نغني للوطن حقيقه اغنيه كنت اغنيها وانا ايام الدراسه طبعا في القاهره أهدي هالأغنية لكل مغترب عن قطر هذه الأيام سواء للدراسة ولا للعلاج ونقول لهم كل سنة وهم طيبين هم طيبين إن شاء الله والله يردهم بالسلامة إن شاء الله تعالى
وانا بغربتي روحي معاك احن لترابك واتنفس هوا وانا بغربتي روحي معاك احن لترابك واتنفس هوا يا ديرة الخير يا اغلى حبيبة قلوب اهلي مليانة طيبة يا ديرة الخير يا اغلى حبيبة قلوب اهلي الله يعين اللي يشوفون الأغنية. الله يعين في الزمن الجميل. أي والله. أنا لوزني وأنا جنبه. عجل اللي برا شو يسوون؟ يقول أنا من قطر يكفيني هواها. مشاهدينا الكرام فاصل ورجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم بعد أول فاصل في برنامج ليالي العيد مع نخبة من الضيوف، الفنان علي عبد الستار، الممثل غانم السليطي، أخونا تركي الشعيبي من سلطنة عمان، الشاعر سلمان بن خالد العتيبي، ونجم الكرة القطرية مبارك مصطفى السنياري. مبارك، احنا رحنا من ربع نبغي ايش معنى انت قلت لي مبارك تعال ابغيك انا عشان في واحد انت تصور له سناب ايه ابو حمد محمد بن حمد بصراحة والله ونعم ترى قاعد يصور لك يا ابو حمد ابو حمد شوف انا ادري هو ترى ابو حمد يحب الهريس يستاهل الهريس ايش صار مو لعبته لعبته الهريس ترى ها لا هذا احنا في عندنا محل ضيافه من اختنا عايشه سيف اسم محلها لافيش طبعا ما اعرف الاسم بس احاول اني اتذكر عشان ما نضيع وبيض الله وجهها ما قصرت على الضيافه والله يكثر خيرها ان شاء الله مبين مبين شغل شغل حلو نعم ومبارك مصطفى بعد تسوي لها دعايه تستاهل تستاهل خواتم الكويات هذا اول شيء شوف وين هريس محمد هذه هريس هذا هريس, 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 هريس محمد هاي المضروبه هاي الهريس والمعكرونه بالدجاج الله فريد باللحم تقول معكرونه احنا نقول مكرونه عادي كل شيء يمشي مكرونه هذا اهم شيء كبسه الدجاج شوف كبسه الدجاج زين يستاهل عندنا الله يسلمك بعد عندنا السمبوسه اهم شيء السلطه انه دايت ايه اهم شيء الدايت لا بعد لا تنسى ترى ها شوربه شوربه الله نعم يعني صراحه كله شغل يستاهلون يستاهلون خواتنا الكتريات يسوون دائما المجتهدين وبيض الله وجههم ما يقصرون لا ومسويه الوجبات اللي يحبونها الربع بس هذا الحين نبغيه احنا نبغى الكاميرا تروح منا عشان نهوس اي خالد الكلمه عندك وانا ومبارك راح يسال عنا عليك بالعافية حمد أنت ومبارك ويبلي معاك شوي أبو خالد أنا فاجأتك بالسؤال الأول صح؟ كنت متوقع بقول لك شنو ذكرياتك في العيد صح؟ أنا قلت لك إيش قلت في العيد؟ هذه صحيح؟ صح الحين بعد بقول لك لو التفاتاتي وراها خير ما كان شفت الدمع يظلمها ظلمها الله كل شيء ممكن في الحياة يصير لن يبقى جرح يؤلمها حبيبتي كل عام وانت بخير الله الكلمه هذه بتكلمها ثاني سنه مرت عليك بخير ثاني سنه ولا تأقلم سلام 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 مبدع الله يطول لي عمرك تركي عندك لقب انت حصلت عليه في ايوه عمان لو تكلم عن هذا اللقب والله اللقب هذا طبعا وشلون جاء هذا اللقب من اجتهاد طبعا اكيد ابغي انا توصف لي هذا الاجتهاد والتعب والله هذا في السلطنه يتم في مهرجان اسمه مهرجان الاغنيه العمانيه نعم ومجموعه من الاصوات الجيده والشباب وهذا اللي يحب يشترك يعني
وهذا طبعا يعني تحت إشراف وزارة التراث والثقافة، وينطلق المهرجان لمدة معينة، يكون في ضيوف لجنة التحكيم ولجنة نصوص ولجنة يعني كذا. فالحمد لله الله وفقنا وحصلت على المركز الأول بلبل ذهبي. استاهل حبيب قلبي. طيب سمعنا شيء يا بلبل يا الذهبي. يا بلبل الذهبي. حاضرين. مرت ليالي لا راك، مرت ليالي لا راك، والعين تنظر سواك يا سري رفقا، يا سري رفقا، رفقا على كافر وأسلم في هواك، قالت رضيت الموت حكمي، رضيت الموت حكمي، قلت روحي فداك، والشرط لي يوم الحساب، والشرط لي يوم الحساب، أنا مخلدا أبقى معاك، الكل يعمل بأصله والدنيا بحر مواني، يا قلب خلها على الله مكتوب إنك تعاني، الكل يعمل بأصله والدنيا بحر مواني، يا قلب خلها على الله مكتوب إنك تعاني، يا قلب خلها على الله مكتوب إنك تعاني، الكل يعمل بأصله الدنيا بحر مواني، مكتوب انك تعاني، انا عفتك يا حب المذلة، ما جاني منك كفاني، غديت بالعمر زلة، اكبر خطأ في زماني، عفتك يا حب المذلة، ما جاني منك كفاني، غديت بالعمر زلة، اكبر خطأ في زماني، غديت بالعمر
زلة زلة أكبر خطأ في زماني. الكل يعمل بأصلا والكل يحفحواني. ما كان ظني في محلة والله قاسي وطبعك أناني. أنا بلملم الحب كله والله بلملم الحب كله يا بحر وموان. يا قلب يا قلب خلها على الله مكتوب انك تعاني. يا قلب خلها على الله مكتوب انك تعاني. يا قلب خلها على الله مكتوب انك تعاني. شكرا. يا قلب خلها على الله مكتوب انك تعاني. مكتوب انك تعاني. سلام عليك. سلام عليك. الله يعطيك العافيه. يعافيك ابو فيصل. دائما الفن في دوله قطر ما يقدر من راس الهرم. يمكن في مسرحيه الزلزال عام 1988 حضرها سمو الامير الوالد. وايضا في وقتنا اللاحق الحين مسرحيه شو اللي يصير حضرها سمو الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ايش يعني لك هذا الاهتمام وهذا الحضور؟ اول حاجه هذا طبعا لا يعني لي انا فقط، هذا يعني للحركه المسرحيه والفنيه مش بس في قطر ولا الخليج، في الوطن العربي، ان يحضر راس السلطه وراس النظام وقائد الامه عمل فني. هذا تقدير لمسيره الفن ولعطاء الفنانين ولدور الفن في المجتمع. فهذا الحقيقة يعني وسام يعني يقلد على صدر الحركة الفنية في الوطن العربي، وهذه تواريخ يعني يعتز فيه تاريخ المسرح العربي. يعني إن كان في مثل ما تفضلت في زيارة سمو الأمير الوالد 29 نوفمبر 1988 ما تنسى ابو فيصل التاريخ. او حضور سمو الشيخ تميم الله يحفظه مسرحيتنا الاخيره شو اللي يصير سماعي، يعني واعتلاء خشبه المسرح في تقدير قوي جدا للعطاء الفني على والعرق المسكوب على هذه الخشبه في تاريخها. ف الحقيقة هذا
يحملنا ايضا رساله مهمه في ان يكون الفن في مصاف وفي مستوى هذه الزياره، ولا نقدم الا ما يليق بقطر ومستوى المسؤولين ونظرتهم ومشاهدتهم للعمل. دائما مجمل يا ابو فيصل، دائما ما تقدم الجزل، دائما ابو فيصل من فايز التوش الله يسلمك وقبله وعقبه، واحنا دائما نتابعك ترى، وفي من جزء من مفاهيمنا تبلورت من الاشياء اللي انت تقدمها ابو فيصل. والله طبعا شوف الحقيقه اي عمل قدمناه هو في الواقع ماخوذ من قراءه حركه الناس وهموم الناس، فاحنا نعكس هذه الهموم ونقدمها، فان رضت الناس عن اللي قدمناه الحمد لله، واذا انتقدوا ايضا يوجهونا ونتعلم الاعمال القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله. الله يسلمك ابو نايف. احنا قبل لا نطلع فاصل نبغى لنا شيء خفيف. ابشر. سلام اختوي. ليله عيد ومعيدين والامور طيبه الحمد لله. اي والله. تبي الجديد ولا القديم؟ انتم كرمك، احنا نبغى الجديد اكيد. مع كريمه متشرط يا ابو نايف. الله يحييك يا اخوي. بطل الدفتر وفي الخير ان شاء الله. لازم لازم لازم.
والحرس لا تسولف علم فضيع علم فضيع احفظ الراس بالباس والناس لا تطلع رحمة فيك سودها سودها قلت يا مرحبا ذكرى الجرس والحرس لا تسولف علم فضيع علم فضيع احفظ الراس بالباس والناس لا تطلع رحمة فيك سودها سودها قلت يا سيد البيض يا بيض رضي الحضيض الذي عشرك يا مليح عشرتك تنشري بالذهب يا ذهب ذاوي ذابت الكبد وودتها مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وما زلنا مستمرين معاكم في ليله الاولى من ليالي العيد الله يعود علينا كل سنه وكل عام احنا بامن وامان في ظل قيادتنا الرشيده وفي بلدنا الغالي قطر اللهم انا آمين. اللهم, اللهم آمين. امين انا مبارك مصطفى مو بسالك السؤال انت بتتهرب منه لا اي شيء اسالك ليش ما جبتوا لي اكل يوم انتم وحمد تروحون؟ ليش قال لي حمد؟ ها؟ قال لي يا اخي لا تدش بصحن في يدك وتودي حاج هو حمد قال لك؟ نعم هو قال لي لا سواها فيني انا قلت انت راعي المحل انت راعي المحل لا تغفر الحقيقه يا مبارك مبارك يا سلام الله سلام سلام الله عدوك بسالك عن انت طبعا رياضي اثرت في الكثير نعم وفرحت الكثير لكن ابي من الشخصيه الرياضيه في مجال الرياضه اللي اثرت فيك انت مبارك شوف شخصيه طبعا انا اتكلم على الفتره اللي احنا كنا نلعب فيها في التسعينات مش في الثمانينات في التسعينات يعني انا اتصل لي واحد قال لي وين في الثمانينات كنت انت في فئات سنيه في فئات سنيه كنا صغار كان سمو الامير الوالد الله يحفظه الله يحفظه كان يعني كان يعني ملم بشكل كبير في الرياضه وكان يجينا حتى والله اذكر قبل دوره الخليجي خليجي 11 اللي كانت استاذ خليفه نعم. كان حتى هو يحضر التمرين شخص وحده يعني ما حد معاه وكان مهتم كثير في مجال الرياضه ومن بعدها طبعا الله يطول عمره سمو الامير الشيخ تميم يمكن جات فتره يمكن يشاهد كثير كان في الملاعب جات فتره يمكن يوم كان ولي عهد كثير في الملاعب دائما الابتسامه ما تفارق سمو الامير يمكن انا مره من المرات وانا نازل من مدرج نادي قطر تواجهت مع سمو الامير كان جاي حاضر مباراه من المباريات في الدوري وكنت انا طالع فهم شيء قال لي سمو الامير تفضل تعال اجلس نشوف المباراه جلست معاه يعني بكل تواضع بكل احترام وعني انا لابس لبس رياضه وطبيعي جدا يعني احنا اليوم هذا شخص مسؤول شخص يعني حاكم الله دوله يعني انت لما تشوف الشخص هذا تتواجد في المطاعم تلقاه موجود مع هالقطار مع الصغار مع الكبار الابتسامه دائما ما تفارقه يعني انت لما اليوم نشاهده في اي مكان انت تفرح نعم تحس بالفخر يعني هذا الشخص اليوم اللي احنا نشوفه والعالم يشوفه شخص بسيط جدا ودائما اللي يعرفك دائما اللي يتقرب منك يعرفك اكثر واكثر يمكن سمو الشيخ تميم الله يرحمه الله يحفظه الله يحفظه يعني جدا متواضع بسيط جدا وفي طيبه مش عند اي حد الله وانا اتمنى يمكن البعض ما يعرف البعض يمكن ما يعرف الشيخ تميم يمكن البعض يشوفه عن طريق التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي بعد اي لكن
لما تشوفه عن قرب يعني تنصدم شيء آخر، تقول هذا الشخص كبير مسؤول بهذا التواضع. ولاحظ انت شوف انت تشوفونه في كل مكان، ومن تواضع لله رفع. يعني هاي شيء احنا نتكلم في المجال الرياضي اللي فعلا يعني مبسوطين منها ومرتاحين منها، رغم ان اللي احنا نمر فيه. والله شوف رغم اللي احنا نمر فيه نشوف ابتسامة سمو الامير، سمو الامير الوالد، الشيخ جاسم، العيال كلهم شوف ابتسامتهم ما تفارقهم، والامور والامور طيبه، مو مخلي نقاصر على هالقطر. لاحظ ها مش مخلي نقاصر، صحيح. يعني هذه ميزه ولله الحمد، الحمد لله احنا مرتاحين. يعني شفنا اليوم مستانسين ومبسوطين والامور طيبه يعني. وكما تكونون يولى عليكم. نعم. مبارك، انت كلمت المجال الرياضي تواضع وحضور يعني الاهتمام من راس الهرم، وكنا متكلمين مع ابو فيصل ايضا والاهتمام في مجال اخر في مجال صحيح الفن، وهذا يعني تشجيع لكل المجالات. يعني اليوم احنا في اليوم الصبح في العيد في الميالس صراحه دار حديث من قريب من هذا اللي تسولفون فيه، كيف ان احنا في قطر لله الحمد ترابط القياده والناس والشعب، لدرجه ان ترامب لما زار سمو الامير عرفه ان الحاكم اللي يحب شعبه. صحيح. طبعا ما تصور هذا شنو فخر بالنسبه لنا احنا. صحيح. احنا يعني نعيش فتره الحصار الجاير هذا على قطر. نعم. لله الحمد يعني احد القوه الحصينه للبلد هذا الحب اللي زرعت القياده في قطر وحصدت في هالفتره هذه. صحيح. لله الحمد احنا ما نشوف قطري الله يعزكم شاذ عن المسار انه ضد البلد ولا يخربط ولا يتكلم. الكل يعني ما تلقى قطري واحد يعني هذه فخر بالنسبه لنا. اللهم لك الحمد. وهذا ما يجي من فراغ. الحمد لله. مثل ما تفضل اخوي مبارك يجي من رعايه حانيه للناس، رعايه مشاكلهم، ظروفهم، عطف، حنان. ما عندنا سجين راي وتقول كلمه يرونك ولا تغريده ويجرونك. احنا نتكلم باللي في قلوبنا في التلفزيون نقول وفي الميالس والله الحمد. الحمد لله ما حد يمسكنا يوم من الايام يرنا قال لنا تعالوا ليش تقولون هالكلام. صحيح. لله الحمد. الحمد لله. يعني هذه اعتقد يعني فتره الحصار هذه اثبتت للكل، كل متابع لقطر سواء كان في الخليج او الوطن العربي. الحمد لله. عرفوا ان هالقطر كلهم يعني كتله واحده، مو بهالقطر بس، حتى المقيمين لله الحمد. الحمد لله. هذا شيء نفتخر فيه. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. ابو فيصل احنا نبغى نسالك على يعني اخر الاعمال اللي هو على اليوتيوب اللي هو خارج السر. نعم. من اروع المسلسلات، مع انه بسيط وجاء في فتره يعني وجيزه، لكن نبغى نتكلم على هالعمل. عندك. والله ايش اقول لك؟ يعني الحمد لله الله وفقنا. تعرف انت هذه في منصه دوحه 63 التابعه للجنه الاحتفالات الدوله اليوم الوطني. المفروض تفتتح هالايام. فراوا ان يريدون عمل يخدم كدعايه يمهد لظهور القناه. فكلموني الحقيقه والله الحمد الله وفقنا. الحمد لله. في كتابه حلقات قصيره تتراوح من 10 ل 12 دقيقه. 15 حلقه. وبجهد الشباب اللي معاي الفنانين القطريين ما قصروا، كتله واحده ومؤازره وجهد في خلال يعني وقت قصير لله الحمد انجزنا المهمه. ولله الحمد يعني كنا عند كلمتنا يعني نحن ننجز العمل وطلعنا. انا تابعت كل الحلقات ابو فيصل في اليوتيوب، وكانت في رسائل موجهه، رسائل متنوعة. صحيح. ابو فيصل ايش كنت بتوصل للمتلقي؟ يعني حتى في 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 واحدة من الـ من الـ من الـ من الحلقات تحت على المساواة، وان المقيمين الموجودين عندنا في قطر نعاملهم معاملة جيدة وذيلا الناس منه وفينا احترام الآخر. نعم نعم، واحترام كقيمة. نعم الآخر. يعني في رسائل كثيرة، مش بس مفهوم إنساني، حتى مفهوم على مستوى الدين. يعني ديننا يدعونا الى الاحترام والتعامل مع الاخر بانسانيه. يعني هذه دعوه حتى دينيه على مستوى الدين. يعني وعلى مستوى الانساني كل القيم. المجتمعات المتطوره
هي اللي تحترم كرامة الإنسان. صحيح. والله الحمد احنا في قطر يعني ما نقول لك احنا ملائكة، فينا من يغلط أكيد، ولكن لما نطلع احنا وندعو لمثل الأمور، وانتو كإعلام والصحافة من جهة ندعو إلى تكريم الإنسان وحفظ كرامته، هذه قيمة يعني نتمنى إن شاء الله حتى في المدارس والأجيال القادمة تحافظ على هذا الشيء إن شاء الله، لأن سرنا في إنسانيتنا احنا، ما يعني لأن تعرف المجتمع القطري مجتمع مكون من جنسيات متعددة. صحيح. كمكون اجتماعي فإحنا لابد نحترم الكل يعني سواء على في كل الأعمال، والله الحمد هذه كانت واحدة من الطروحات اللي الله وفقنا فيها ولله الحمد. نعم. وبعد اللي لفت انتباهي مقطع كلام في الأخير أبو صالح، أنا جاي بقول لك سر من الأسرار عن خارج السر. قول. أنا لما كنت أكتب الحلقات أنا طبعا كلاسيكي قديم، طريقتي قديمة في الكتابة يا زين. هل احنا بيا أيوة. أبو فيصل أول شيء أختار المواضيع، بعدين أسوي حق كل موضوع اللي احنا نقول ستراكشر، البناء، القصة. لما أخلص القصص بعدين أكتب الحوار. فالمسألة دي استغرقت يمكن قول 20 يوم. طول العشرين يوم والله أبي عنوان للمسلسل ما لقيت. أحط عنوان الحلقة بس ما عندي عنوان والله يا جماعة. عنوان الحلقة ولكن عنوان, عنوان العمل ما عندي. ما عمل إيه؟ لين آخر يوم الحلقة رقم 15 قطيت القلم أقول معقول الحين أنا خلصت ما عندي عنوان. كانت يمكن الساعة 10 بالليل ورقدت. صدق حلمت في النوم والله. هاي دليل على فكرة في اللاوعي. حلمت واحد يسألني في الحلم يقول أنت سميت المسلسل إيش عندك؟ قلت له عندي مسلسل كم؟ قلت له 15 حلقة. قال شو اسمه؟ طلعت شيء. قلت له خارج السرب. خارج السرب. وهو خارج السرب وهو ترى خارج السرب. أقسم بالله. يوم قمت الصبح. قرينك. ها؟ قرينك اللي يقول. لا لأن تعرف كثر التركيز. في منطقة الوعي تروح لمنطقة اللاوعي وترجمها. فطلع الاسم وسجلته وخلاص واعتمدته. فهذا يعني يمكن أنا أول مرة أقولها في التلفزيون. لا بالعكس إحنا بقول السر هذه أبو فيصل. طيب أبو فيصل متى بنشوف مثل هالأعمال إن شاء الله في قناة فضائية سواء قناة الريان، تلفزيون قطر، القنوات المحلية؟ خذ راحتك الكلمة عندك أبو فيصل. قول لي في خاطرك أبو فيصل. وإحنا ترى أنا ما سألتك أبو فيصل إلا أبوك تقول لي في خاطرك. عطني ها. عطى عطى. أبو فيصل. عطى النايم. قناة الريان حاضرين لك يا. رد علي بالنايم. هذه آلة حزينة يا أبو. مزمار الحي لا. آلة حزينة هذه يا أبو. وأنا أبي أعزف. خلاص والله حد. لا أقول لك شيء. زين. كلمتين بس. واختصار القول زين اللي يطلبه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى من خلال هالبرنامج ان شاء الله ونوجه الكلمه حق المسؤولين في المحطات الفضائيه الالكترونيه. ما يحتاج مثل ما قال ابو فيصل تطلبون، المفروض انكم تجهزون حق ان شاء الله المواسم الجايه سواء شهر رمضان او حتى في الشتاء باذن الله تعالى. الله. السيناريو كل شيء بيكون جاهز لو يطلبوا. احنا كلنا جاهزين. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. دائما جاهز بس يطلبون. بيض الله وجهك. دائما جاهز يا ابو فيصل. ابو نايف في اشاعه. ايه انا والله ما ادري هي صح ولا لا. كافي الشر من هالاشاعات هذه. ان شاء الله ما تكون اشاعه، ان شاء الله تكون زين. يقول ناوي تغني ايطالي. ايطالي؟ ايه والله انا تجربه كانت لي الحمد لله. يعني مو بشاعه يعني صحيح الاشاعه هذه؟ لا لا مو بشاعه، غنيت في دار الاوبرا في كتارا بدعوه من السفاره الايطاليه. مع طبعا مغنيين من ايطاليا من دور الاوبرا الايطاليه مع الفرقه السيمفوني هني. شفتها والله ان هي تجربه جديده رغم ان انا ما اتحدث الايطاليه، ولكن قعدت شهر اتدرب على في مدرسه ايطاليه كانت تجيني يوميا في الاستوديو وتعلمني وتدرسني الاوبرالي الغناء والهذا، وخصوصا تجربتي مع الاوركسترا السيمفوني تجربه يعني كانت فريده واول من نوعها. وصعبه ابو وصعبه إيه؟ جدا لان ما حد يقول من كله بصاجات وكله ما تعرف انت وين تغني، انت ضايع في وسط غيمه موسيقى يعني عرفت شلون؟ فكانت تجربه حلوه وتجربه جيده وانبسطت جدا يعني بهالتجربه. يوم ما طلع لي السفير الايطالي وقال لي انت بفروتي الخليج استاهل، فكانت كلمه حقيقه خلت اثر كبير فيني. وفي لقاء طلعت في التلفزيون الايطالي
وعدوني ان شاء الله ان انا اكون في ايطاليا في احدى دور الاوبرا هناك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى ان نخوض هالتجربه ذي لان احب اكون بزي باللبس القطري وسط المعمعه الكبيره ذي ان شاء الله. فحلم وان شاء الله يمكن ان شاء الله يتحقق باذن الله. دائما متاحف قطر سنويا تسوي سنه ثقافيه بينها وبين دول العالم. السنه هذه مع روسيا، السنوات القادمه بتكون ان شاء الله يعني احد الدول بتكون ايطاليا وان شاء الله يكون تمثيلك في دار الاوبرا في ايطاليا ان شاء الله من ضمن السنوات الثقافيه اللي تكون بين قطر وايطاليا ان شاء الله. احنا ودنا نعود لاخونا سلمان بن خالد شاعر ابو خالد. بعض الشعراء عنده اجواء وطقوس عشان يكتب القصيده. صحيح. مؤمن بالشيء ده يا ابو خالد؟ طبعا. سؤاله خطير ترى، انتبه. طبعا انا ما بعد سالت الحين، ما سالت ترى لاني انا تمر فيني الطقوس هذه. زين. ممكن انا اشوفها بنفسي، انا ما اعرف اكتب واحد عندي، وما اعرف اكتب وانا اسوق مثلا. في بعض الشعراء يقول لك انا امسك خط واكتب. بالضبط. في بعضهم تخبر اللي تطري عليه ويعد ويستلهم، انا لازم حضوره قوي. في بعضهم لا، عنده طقوس معينه. صح. في بعضهم اذا سمع بيت كمله قبل لا يسمع كامل على طول. اي تختلف عند الشعراء. انا بالنسبه لي انا لازم عزله قبلها بثلاث ايام وبعدها ثلاث ايام، ولازم تنقيح، ولازم يعني عندك طقوس لازم تجهز. لازم. انا من الناس اللي اتعب القصيده. اي اللي انا يعني بالنسبه لي انا في بدايتي، وافخر اني اقول هالشيء، بدايتي ايام الشهره، بدايه الانستغرام، كنت انزل مقطع. فكنت لما انزل مقطع انزل تحت اكتب لي الله على المقطع. لنفسك؟ اي الله على نفسي. لاني كنت مؤمن ان انا عندي موهبه الشعر، وعندي مؤمن بعد ان الناس راح تسمع وراح تتقبل الشيء هذا. فلذلك ان الان لجيت اكتب الان، اذا انا ما اقول اللي اكتب الله ما احس ان العالم ما راح يقول. حقك يعني تطلع بنيات افكارك على ما يقولون. الله يطول عمرك. لازم انك ان تمدحها. الله يطول عمرك. ويخليك تستانس اكثر مدح الناس لها وتكرارهم لها او حفظهم لها. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. ولا يبغى يربي عليكم. الله يطول عمرك. شعراء ومن بيت شعر. تكون انت واثق من نفسك، لازم تكون عندك ثقه بنفسك. الثقه بس الثقه مش جداً. الثقه مش المفرطه. في بعض الشعراء تلقاهم يعيش النرجسيه هو توه في بدايه شهرته. وهذا الغلط. هذا يدمر الشاعر، ما ينتج منه شاعر ناجح. صحيح. سلمان يحب يسمع الاراء. صح. يحب يسمع وترى النقد احبه. تحب النقد؟ انا كلش ما احب النقد. انا اللي ينقد على قصيدتي اقول له يبا شكرا. لا تمدح. لا عطني شنو لا لا اقول لك قصيده الحين تنقد؟ اي نبغي بس شرط. انا ما انا احبك بالله ترى ما انقدك ابدا. نقد ايجابي. في نقد ايجابي. ابدا ما انقدك. يقول الحمد لله راسي معتليه الشماغ. كفو. في وقت بهروس تمشي مثل مشي الروبوت، والحمد لله شاعر حبكته ما تصاغ الا على اللي يسمى من كبار البيوت، اللي ابغاها وهو راضي كتبها باغي لين يرضى على الدنيا وتقبل قوت. عندي متى الشعر حزاته وبوقت الفراغ، بعد القرايه وبعد مجاملك والبلوت، والحمد لله اللي وجه طليق ودماغ يوقف اللي يبي ويفوت اللي تفوت. صحيح مدري متى واجب علي البلاغ، لكني اعلم متى لازم علي السكوت، ولا انت يلي ابي منه المحبه وراغ، ان كان حبيت غيري جعلك كلها تموت، ارسل عليك الرسائل كني ارسل فراغ، واكلمك بالرضا وتقول لي دون صوت، والله ما ينفع لك الا صمغك بالصماغ عشان تعرف وش اساس الثبوت الثبوت. صح لسانك. زين استغفر عليه من الموت. استغفر ان شاء الله. استغفر الله. صح لسانك. صح لسانك. بيض الله وجهك. ودك ان القصيده ما تخلص. الله يطول عمرك. صح لسانك. يستاهل يستاهل ابو خالد. ايش رايك تركي الشاعر؟ ايش رايي انا؟ ما تركي تغني شيء من قصيده؟ اغني من قصايده؟ تشريف تشريف والله. انا اللي شرف. تشريف حبيب قلبي والله. انا اللي شرف. لكن هو داعي عليه بالموت، لكن مش من قلبي. استغفر على طول. استغفر على طول. استغفر. انا استغفر في قلبي. لا لا لا. تركي شلون المجسات معك؟ انا يمكن مغرم في المجسات. المجسات هذا لون جميل طبعا. وصعب؟ صعب 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 ايوه. ما يتميزوا فيه الا الاخوه في السعوديه. في الحجاز. في الحجاز. لون حجازي تقريبا. الاستاذ طلال سلام طبعا متميز فيه. بس سميع للون هذا كثير. اسمع لك اداءات مثل ايش المجسات يعني؟ المواويل هذه. المواويل. في شيء مثلا؟ في شيء لكن راح نسمعكم بعدين. الحين في شيء ثاني الحين نسمعكم لون عماني. اللي يلا يا ريت. يا ريت لون عماني ان شاء الله. يلا على ذوق حبيبي. يلا
كلمات من والحان؟ تدلل كلمات سالم والحاني، وإن شاء الله تعجبكم. بس لون عماني، لون البرع. هذا اللي حنا فيه. الله عليك. الحسين المعاني على اللي تشيلك عيونا برغم التغلي تراني غرامي تسوقه ميزونا ويا دان يا داني دانا طفعة وحناني على اللي
الفن العماني هاي بقلبي والله ما قصرت. ايش رايك في الفن؟ ما قصرت نجوم على كلام الفن العماني مع لا غبار عليه معروف. هو يستخدم بإيقاع البرعة لو الطبل كاسر الرحمن إيه؟ بس احنا شلينا على الإيقاع إيه؟ وهبش لا هبيش هبيش ومبارك ما قصر هو الشباب. اي نعم والله الله يعطيك الصحه والعافيه. مستطرب هو الشباب. شوف الخبره تلعب دور. يستاهل والشباب ايضا ما قصر يستاهل مبارك. احنا بنتكلم تركي عندكم في السلطنه الوان واجد كثير في الفن العماني لكن اقرب الالوان لكم او اللي اكثر انتشار عندكم؟ والله اكثر انتشار البرعه الربوبه هذه طبعا كلها من محافظه الجنوب من صلاله ايضا عندنا العياله من الشمال وصوب اليمن عندنا الرزحة هاي اللي صوب اليمن كثير من في اليمن قريب من اليمن الحدود صلالة فيها الفن البرعة والربوبة والمدار يعني فنونها أكثرها يعني معروفة أيضا في الشمال في عندنا الرزحة عندنا العيالة عندنا الرزفة كثير من الفنون صراحة ما شاء الله. بس المخزون مخزون كبير الإيقاعات توني إيقاعاتهم كثيرة حقيقة. أي كثيرة. يعني الواحد أيوة. يتوب. الأستاذ يعرفهم. هناك أيوة. وأعتقد عمل أغنية من الإيقاع العماني على ما أعتقد. أنا تعاونت مع في عمان حقيقة مع علي الصومالي الله يرحمه. الله يرحمه. ومجموعة كبيرة من هذا ويمكن الإيقاعات هذه لها سمة غريبة يعني عمان طبعاً مساحتها كبيرة ومناطقها متعددة تضاريسها متعددة. وبالتالي كل مكان تروح كل منطقة لهم فنهم ولهم إيقاعاتهم ولهم استعراضاتهم الغنائية والفلكلورية فثرية الحقيقة عمان يعني ولكن يتفقون على الإبداع بشكل عام ما في شك هذول أهل فن يعني حبيبي ما عليكم قصور ما قصرت سمعت كلمة بيض الله وجهك ايش قال؟ قال يتفقون على الإبداع عمان معروفه بالابداع نتفق كلنا مع بعض نعم الدوحه ومسقط مع بعض احنا كلنا نكمل بعض في قلبي ان شاء الله متشرفين بوجودكم معنا الليله الله يديم المحبه هذه والله يديمكم ويعطيكم الصحه والعافيه اللهم امين ويحفظ حكامكم الله يجزاك خير تركي رياني صح خلاص رياني خلاص اهلا رياني خلاص رياني خلاص رياني خلاص رياني ساعة قايل لي أرباوي لا رجال قلت لي أرباوي لا لا بداية الحلقة غير ها؟ بداية الحلقة غير خلاص مبارك لا تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ ليش؟ هو ماسك الدفة يمكن يرمي ببحر أنا أعطيتك حل قلت لي قول السد وخلاص سد؟ أقول السد وخلاص رايح راس سد ولا وين أبو خالد وين سد؟ كذا ساعة حمد خالد خليك على أهلي خليك على لا تغير خلوا حق الأرباوي الأرباوي مبارك في سنة 2000 و15 حصلت على جائزه ايش تعني لك هذه 2015 ولا 2005
2005 انا اقول 15 واجد يا خالد. لا 15 انا وين انت ها والله بس ضبطني والله بقول له جاسم تقصد. شوف هي جائزه كانت تمنحها الجائزه هذه تمنحها اللجنه الاولمبيه الدوليه وكرمت فيها من رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. هذه طبعا الجائزه تكرم للاعبين المتميزين في اللعب النظيف. اللعب النظيف يعني اذا انت تصير لك حول 15 16 17 سنه ما تاخذ اي كرت اللجنه تمنحك الجائزه هذه اللي هو يعتبر اللعب النظيف. تعتبر الجائزه هذه في العالم يعني تمنحها الجائزه الاولمبيه في العالم ما شاء الله. يعني ويكون اختيارها دائما يكون اختيارها على اللاعبين اللي ما يحصلون على كرت فترة طويلة من ال والله وانت تستاهل مبارك الله يسلمك. لكن طلع الحين وانت تسولف هدف لحد الحين في بالي هدف احلى هدف جبته. شوف هاي الهدف الله يسلمك كنا نلعب في البطولة العربية اللي كانت في استاد خليفة في قطر نعم. 98 كان هدف على المنتخب السعودي على كان حارس محمد دعية نعم. طبعا هاي احنا انا اتكلم من الاهداف الحلوه احنا ما نعسس اي احد ياخذها من جانب ثاني. لا احنا نقول حقيقه هو فعلا ويعني يعتبر من يعني الاهداف الجميله بالنسبه لي يعني الهدف اللي يمكن اللي يرجع يشاهده الحين يشوفه فعلا هدف جميل. يمكن حمد انا اذكر عند الكورنر وكنت طايح من زاويه صعبه وقطيتها نعم. صوب طايح عند الكورنر بس شاتها من زاويه صعبه وراحت دشت في الجول. انا كنت صغير ما شاء انا مثلك بس كنت انت ما دام قلت لي 15 كان عفوا على المقاطعه كان يعجبني لما يعرض الركنيات بالضبط سيدي في الجول مبارك مشهور فيها بس اكثر شوف اكثر فريق اسجل فيه صراحه لا تزعل مني انت قلت ساعه تخيلت ساعه قال لك غالم قال لك كل عرباوي ما تبي اكثر فريق اسجل فيه عمان المنتخب العماني العماني جات فتره كان عندكم صلبوخ الحارس ايوه كان يوسف عبيد مسي بابا خير يا يوسف انا ادري بيزعل علينا بيقول انت كل مكان تطلع تقول لي وكان ايام بيلي الخليج ومطر خليفه نعم أيوة. نعم الله يوفقكم عندكم نجوم كثيرين يعني ايوه بس انا بصير محلكم مذيع لو ثواني اللي هو حق الاستاذ علي وشو بالضبط اغنيه يتيمه اي حق مين هذه الاغنيه هذه أغنية أساساً لحنها لي وكتبها خالد عبد الرحمن من؟ خالد عبد الرحمن مطرب السعودي وكان حقيقة في فترة أعلن اعتزاله فترة من الفترات بس أغنية جميلة أستاذ إيه فرفعت عليه التليفون قلت له يا خالد أنت توك بادي يمكن بشريط ألبوم ألبومين وعملت انتشار كبير يعني حرام أنك أنت يعني تعتزل وكانت عنده ظروف خاصة الحقيقة أعلن فيها اعتزاله فترة وبعدين جيت قال لي قلت له انا ايش رايك اسوي لك حفله في قطر هنا؟ سويت له حفله في التنس والسكواش. كنت انا ماخذ كنت ماخذ انا الملعب لمده سنه الحقيقه. كنت اسوي فيها حفلات قبل المهرجانات طبعا اللي تصير في قطر. واول مهرجانات كنت اعملها اوت دور يعني خارج الساحات الاغنيه فجي غنى الاغنيه ذي وما غنى الاغنيه قصدي غنى اغاني حفله انا اذكر حفل وكان الجمهور فظيع جدا اللي حضروا الحفل بعدين قام اهداني اغنيتين الحقيقه للملا اعلنت واغنيه يتيمه يعني ردت الجميل للجميل مثل ما يقولون الحقيقه واستانست جدا بهذا التعاون وبهذا العمل خالد وحمد الحمد لله الاغنيه يعني ما نقدر نجاح جماهيري ما نقدر نسمعها لو شوي بنسمعها بس عندنا فاصل مهم جدا وعقب الفاصل بنسمعها ملعود بعد اذن ملعود انا والله ما محضرها لكن ان شاء الله بشكل من اخوانك وربعك عادي ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في ليالي العيد لكن عندنا فاصل قصير وعقب الفاصل راجعين لكم خلكم معنا
مرحبا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في اجواء الفرح والسرور في الليله الاولى من ليالي العيد على شاشتكم شاشه قناه الريان الفضائيه. نحييكم مستمعينا وايضا مشاهدينا. بنايف، في الالبوم الجديد لك، البوم ارتحال، لو تكلمنا عنه اي وشنو الصدى اللي انت تشوفه، ايضا اعمالك المستقبليه ان شاء الله. والله ارتحال طبعا اخر البوم انا نزلته، عباره عن جلسه شعبيه متطوره شوي. شارك معي حقيقه كبار الكتاب في شبه الجزيره العربيه، على راسهم الامير تركي بن فيصل وصالح الشادي وعبيد حارب ومجموعه حقيقه كبيره من الشعراء. الالبوم للأسف يعني نزل في ظروف الأيام الحصار، فما أخذ نصيبه إلى الآن من الانتشار لأسباب هذه الأسباب. لكن حاليا أنا جالس أدرس تصوير أغاني هذا الألبوم بشكل جلسة شعبية بلاي باك، وإن شاء الله نحاول أن احنا يعني نزلها للأسواق مرة ثانية بشكل أفضل وأحسن إن شاء الله بإذن الله. سمعنا شيء أسمعك أغنية عليها غبار شوي. عليها غبار؟ أي نعم. إن شاء الله بنلمعها الليلة إن شاء الله. وفهمك لمعنى الحب خاطي، ما تفهم جدد رباطي بالحوم تمنعنا والحب ما يحكم قاضي ولا تمنعنا
أهل الهوى كل ليلة ماضي ماضي بعشقته يهنا وأنا على بشوش فاضي فاضي وكل يتمنى أهل الهوى كل ليلة ماضي ماضي بعشقته يهنا وأنا على بشوش فاضي فاضي والكل يحسدنا والله يرضيك اغتياضي وترضى لي كذا في الهون ويكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مدى بالله والله والله يرضيك اغتياضي وترضى لي كذا في الهون ويكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مدى بقنع أنا لكن انت راضي راضي والناس تلك عنا بحل حبك من وفاضي وفاضي وبدلوا المسنا بقنع أنا لكن انت راضي راضي والناس تلك عنا أحل حبك من وفاضي وفاضي وببدلوا المسنى برخص باللي كان غالي وببيع هبة بالدون يكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مات بالهون برخص باللي كان غالي وببيع هبة بالدون يكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مات بالهون يكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مات بالهون يكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مات بالهون يكفيك يا قلبي بس يا قلبي بس لما مات العافيه يا ابو نايف يعطيك العافيه يعطيك العافيه ابو فيصل الله يحفظك يا ابو الله يحفظك حمد من كان خلف الكاميرا متابعنا اقول اللي راح تجيب اغاني جيده اجل ما راح ابو فيصل تحب الكوره لك بالكوره طبعا تابع كاس العالم اي نعم ايش الفريق اللي تشجعه انا البرازيل برازيل الله ما شاء الله 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 برازيل يا ابو محمد انا والله متوقع لهم شيء هالمره البرازيل اي اي الحين ثلاثه البرازيل بناي يا كابتن ها شيء اي فريق انا والله يتراوالي البرازيل يعني. لا بس ايش تشجع انت انا ايه انا برشلونه لا هو يسألك بقطر بقطر يسألك تذكر برشلونة ايه انت خالد يسألك بقطر يعني ولا برا ها بقطر تقول ليش تشجع لا لا تشجع من لا في قطر عرباوي معروف ايه هناك لا لا هاي خالصين منها انا اكلم عن كاس العالم ايه بالضبط انا اكلم عن كاس العالم محمد الحين انا متفق معاك البرازيل خلاص خربت عليه انا قاعد اتكلم عالميا ما قاعد اتكلم عالميا معنا البرازيل معنا البرازيل انا الريان لا لا خلك عاد محليا ريال لا لا خلنا ما نتكلم عن محليا سيلية يلا عالميا ايش رايك لا نبغي كاس العالم على طاري الريان ما بيعلمني شو غير مبارك تقريبا في اخر مسيرتك الكرويه كان سمعنا في اخبار انك كان تروح الريان ايوه والله شوف شرف لي ان انا اكون العب في الريان الله يجزاك يمكن سعد الشيخ خالد سعد عبد الله بن حمد الله يذكره بالخير الله يتوفاه كان حضوره فعال كثير مع النادي كان يحضر المباريات مع اللاعبين في ذاك الوقت كان الواحد يتشرف انه يكون متواجد مع الشيخ عبد الله يوم كان رئيس النادي نعم
لكن ما حالفنا الحظ، كانت امنيه يعني الواحد انه يلعب في الريان. تعرف انت ربعي معظمهم كلهم ريانيين. صحيح. كنا نتشرف والله. الله يجزاك خير، بيض الله وجهك. الريان ترى متشرفين جمهور الريان فيهم يتابعون نجم مثلك يا مبارك. الله يسلمك. وكنا نتمنى ان تكون ختام المسيره في الريان، لكن حظ نادي الخور. بالعكس كلهم يكملون بعض، الريان والخور. مبارك بعدين انت يا اخي نجم لهالقطر كلهم، مش لنادي نجم لهالقطر كلهم والله. هاي الكلام حلو، هاي السعاده من ماسي الله يسلمك. والله اننا نحبك. يا عمرك طويل. الله يعلم وايد فرحتنا ترى. الله يسلمك. في المنتخب. الله يسلمك. ابو خالد احنا الوقت قام يداركنا، لكن ابغي منك قصيده. شكرا. يقول الزعل منا علينا والكلام الفاضي اختلافه كان يوميا عن اللي قبله. لي حبيب كل مفتح سيرة للماضي كني اللي ما هو يسولف ولا يكتب له. انشدوني دام لشجر الفراق راضي السبل وحده على منهم ضيع شبله. والجروح اللي تغاضاها لها المتغاضي لو تظاهر بانها عادي ترى من نبله. اذكرنا يوم ساعدني بشيء اغراضي كني اللي عازم من ضيفه ولا وجبه. واذكرني يوم شفت لنه سعيد وراضي رحت وانا مكتف يديني وروح قبله. يا الهي لك دعائي ولا سواك القاضي جعله اللي ولا لا يا رب خذني قبله. الله عليك طويل ان شاء الله. عسى عمرك طويل. ابو خالد الحين تقريبا خالصين الحلقه شبه خالصه. ليه تعمد دائما في الحين قصيدتين؟ يعني تداعى عليها تجيب الدعوه. لا انا دعيت على نفسي. انت ليه؟ بسم الله عليك. هو القصيد مش دائم يكون واقعي. احيانا خيال الشاعر يجبر انه يكتب شيء ما حد كتبه من قبل. فلذلك الابتكار في الشيء يولد النجاح. شيء مجازي يعني. لكن ما ودنا انك يعني تداعى، احنا خبر اللي بنقول بسم الله عليك. بسم الله عليك. هذه اخر قصيده. بسم الله عليك. هذه اخر قصيده. حيضني ما يحتاج. شاعر مجزل. الله يطول عمرك. يستاهل. والليله احنا يعني فخورين في وجودكم كلكم من غير شهور فيكم كلكم. نشكركم كلكم، نشكر وجودكم، نشكر ابو نايف الفنان الغدير علي عبد الستار، نشكر ابو فيصل استاذ غانم صليطي، نشكرك جزيل الشكر، نشكر تواجدكم معنا اليوم، نشكر النجم مبارك مصطفى ليس حكرا على نادي العربي وانما لكل هالقطر. الله يسلمك وانا سعيد. مبارك وانا سعيد. شرفني ان اكون معاكم اليوم. الله يجزاك خير. نشكر طبعا الشاعر، طبعا الفنان الكبير الممتع. ما يحتاج احنا نتكلم فيه، كثر ما نتكلم فيه ولا. واشكر بعد الشاعر والاستاذ علي يوم ما غنى لنا حق المنتخب الاغاني ذيك الطيبه لليوم هذا احنا نتذكرها. كلكم مبدعين. الاغنيه اللي غناها اول او مع بدايه الحلقه. لا لا مساعة غنى اغنيه جميلة جدا مع بداية الحلقة. أول أغنية نعم صاد. جميلة صاد. أنا من قطر. أنا من قطر. نعم. فعلا يعني بصوت علي كانت روعة. نعم نشكرك يا أبو محمد ونشكر أبونا من عمان. حبيب شرفنا. جميل فنان. حبيب نشكر الشاعر الفيلسوف. الله يرضى عليك. خالد خالد ما سألتني شو أشجع. ما يحتاج أنا بقول لك ما يحتاج. ريالي. لا المونديال المونديال. من؟ أنا أتحداك تخمن. ربك برازيلي. لا الله يقوله. إسباني؟ أنا لا مع الأرجنتين. الأرجنتين؟ والله توني بقول الأرجنتين. أنا بغير الأرجنتين عشان خاطري. ما مسوي شيء الأرجنتين. أنا عندي شعور أنه بيحصلون كأس العالم. الله يخليك. شو السالفة؟ قلبت أنت أشوفك. لا أقلب أنا. عند بخالد أقلب. خالد؟ حتى إيش عارف فيهم يتداعى عليهم. أشوف الأرجنتينيين والبرازيليين دائما مباراتهم ما يحبون بعض. أفضل مباراة. دائما في بينهم تنافس قوي. نعم نشكر كل موجودين ونشكر ايضا ضيوفنا الكرام. نعم نشكر ضيوفنا كلهم من غير قصور فيهم. بيض الله وجيهكم، اسعدتونا وشرفتونا. والليله العيد عيدين، عيد الفطر وعيد شوفتكم. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام القابله باذن الله تعالى بيكون معنا ضيوف مميزين من دوله الكويت الشقيقه. راح يكون معنا الفنان صلاح حمد خليفه والعديد من الضيوف بوزن مفاجات ووزنهم كبير باذن الله تعالى. نعم باذن الله. وختمها مسك مشاهدينا الكرام مع اغنيه للفنان تركي شعيب اللي شرفنا بتواجده حبيبي اليوم. والهوى لك. واحنا نقول لكم مع السلامه مشاهدينا. تصبحوا على خير ويا ضرب جميل. شكرا ما قصرت. يا ناعم العود. ما قصرت. الله يا ناعم العود حبيبي. لو علمت الدار Oh,
أنا لو علمت الدار بمن ثارها فرحت. واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت وأنشدت بلسان الحال قائلة وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم يا ناعم العود يا سيد الستار ارحم حالتي ريت الغرم حاكم ما نشتكي ريت الغرم حاكم يا ناعم العود يا سيد الملح يا ناعس الطار ارحم حالتي ريت الغرم حاكم انا نالت الغرم قمر عيد يا نور الصباح انظر وتكفي منك نظرتي لد الغرم حاك للدوحة لد الغرم حاك ناعم العود يا سيد الملاح يا نعيس الطار ارحم حالتي لد الغرم حاك الرماح قلبي عليل 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 قطعنا قطعنا الرماح يا ناعي يا سيد الملاح يا ناعي سطار وانعم حالتي ليت الغرم حاكم والله بشتكي ليت الغرم حاكم والله بشتكي يا ناعي منعود يا سيد الملاح يا ناعي سطار وارحم حالتي ليت الغرم حاكم والله بشتكي ليت الغرم حاكم والله بشتكي روح وينه
خدود حلوات الوشاح ابو خدود حلوات الوشاح رمان صدره غايت من وتي الغرم حاكم الغرم حاكم يا